ناصر الدين الثاني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته في الحديث الشريف. فليس المقصود الألباني وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المذهب السلفي، لأنه يحمل في طياته الإهانات للسيد قطب وأمثاله، فهذا انتقام لأهل البدع والضلال. إذا كان الألباني وابن باز وابن عثيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بكر؟ من هو الذي بكر؟ فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئا. الشيء الأول أنه معنا ومع أهل السنة أئمة السنة قبلنا. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة. هؤلاء يعني هناك وأمثالهم أبو رحيمة، هم هؤلاء نصب العداء للشيخ ناصر. ما نصب العداء للشيخ ناصر إلا لأنه خالف ما هم عليه من عقيدة. هم متصوفة أشاعرة الله خلص. ومع ذلك فنقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون.